السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي في درس جديد من دروس مادة التربية الدينية الإسلامية. في درس اليوم سنتناول الجزء الثاني من سورة الإنسان. سورة الإنسان كما ذكرنا سابقا هي سورة مدنية، تمام، سميت الإنسان لتناولها أحواله من خلقته وأخلاقه ومصاره ومصيره في الآخرة، لذلك سميت بسورة الإنسان. نحن نعلم أن سورة الإنسان مقسمة إلى عدة محاور تناولنا منها في الجزء الأول، والآن سنتناول الآيات من الآية 19. سنتناول فيها نعيم أهل الجنة كما قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحل أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. طبعا هنا في الآيات بيتناول إيه النعيم الذي سيناله أهل الجنة، وكما ذكرنا أنهم هم الأبرار. نتعرف أولا معاني الآيات. يطوف عليهم يعني يدور حولهم، ولدان مخلدون على شكل الأولاد لا يهرمون ولا يشيبون، يعني احنا هنكون في الجنة مش كبار في السن. حسبتهم يعني ظننتهم أو تخيلتهم. لؤلؤا منثورا، اللؤلؤ المنثور هو اللؤلؤ المفرق في الحسن والصفاء. السندس حرير رقيق، أما استبرق حرير غليظ. هيا نتناول شرح الآيات. طيب هنا شرح الآيات، احنا قلنا طبعا بنتكلم على النعيم أهل الجنة، فبيقول لي من أنواع النعيم في الجنة أن الله عز وجل سخر لأهلها من يخدمهم من الولدان المخلدين، وقد خلقهم الله في جمال مبهر، من يراهم يظن أنهم لؤلؤ مضيء من حسنهم وصفاء ألوانهم وإشراق وجوههم، وإذا نظرت في أي مكان بالجنة رأيت نعيما وملكا واسعا. بعد كده قال لي يتنعم أهل الجنة بثياب جميلة. الثياب دي من حاجتين، بيقول لي من الحرير الأخضر الرقيق وحلى من الفضة وشراب جميل الطعم طيب الرائحة، شكرا من الله سبحانه وتعالى. طيب ربنا بيشكرهم ليه؟ على اجتهادهم في الطاعة وصبرهم في الدنيا، طبعا عشان عملوا أعمال صالحة التي كانت مرضية ومقبولة عنده تبارك وتعالى. طيب الجزء الثاني بيقول لي وصية الله تعالى لرسوله بالصبر. تعالوا كده نشوف الآيات اللي معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. طيب هنا معنى كلمة آثما معناها مرتكب الإثم والمعصية، بكرة وأصيلة معناها في أول النهار وآخره أو دائما. طيب تعالوا نشوف كده شرح الآيات. هنا بيقول لي انتقل الكلام من الله تعالى لرسوله، الأول كان بيتكلم على نعيم الجنة، دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى بيكلم الرسول ليثبته على إتمام رسالته، لأنه هو الذي نزل عليه القرآن. طبعا القرآن نزل على الرسول، فربنا هنا بيطمئن الرسول بما فيه من الوعيد والثواب والعقاب، فيوصيه عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى بيوصي الرسول بالصبر، فبيقول له ايه؟ بالصبر لحكم الله، وان يستمر في الدعوة ولا يطع المشركين المنغمسين في الشهوات. يعني ربنا بيقول له ان هو ما يستمعش لمين؟ للمشركين. المشركين دول مالهم؟ منغمسين في الشهوات والمبالغين في الكفر والضلال، ويذكره بالاستعانة بالذكر في أول النهار، عشان كده قال لي بكرة وأصيلة. بيقول له إن هو يستعين بالله بالذكر في أول النهار وآخره، والتسبيح والصلاة في جوف إيه؟ في جوف الليل. بعد ذلك نعيم أهل الجنة. طيب إحنا ذكرنا نعيم أهل الجنة سابقا، ونذكر أيضا
كما قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يلا بينا نشوف معاني الآيات. العاجلة معناها الدنيا، يذرون يعني يتركون، يوما ثقيلا يوم شديد الأهوال، وطبعا المقصود به يوم القيامة. شددنا أسرهم يعني أحكمنا خلقهم، تذكرة موعظة وعبرة. في الآيات السابقة يتناول الله سبحانه وتعالى إن هؤلاء المشركين يحبون الدنيا وينشغلون بها وبزينتها أكثر من طاعة الله عز وجل، ويتركون يوم القيامة وراءهم وهو يوم ثقيل لما فيه من الشدائد والمحن. يبقى إذن الآيات السابقة هي وصفت صفات المشركين، إيه اللي هيكون موجود عن الأول اللي هيلاقوه يوم القيامة. ونحن خلقناهم وقوينا خلقهم بتقوية بتقوية أعضائهم وغيرها من البدن اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه لنا قوي صحيح. وإذا شئنا أهلك، ربنا سبحانه وتعالى إذا شاء أهلك وأبدل هؤلاء المشركين بأمثالهم، تمام. وسبحانه وتعالى في هذه الصورة موعظة وتذكير للناس جميعا، من أراد أن يتخذ طريق يوصله إلى رضا الله سبحانه وتعالى فيتخذ، وأيضا أوضح له عذاب المشركين. أيضا نكمل الشرح. ربنا سبحانه وتعالى قال: وما تشاءون اتخاذ طريق رضا الله إلا أن يشاء الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو أصلا اللي بيشاء إن هو يرشدنا للأمر ده ويثبتنا عليه. فربنا سبحانه وتعالى هو العليم بما يصلح للعباد وبما لا يصلح لهم، كما أنه سبحانه وتعالى لا يدخل في مشيئته أي عبد، ومشيئة الله فيها رحمة للإنسان. فربنا سبحانه وتعالى بيؤيدنا بالعمل الصالح، كما أنه أعد للظالمين لأنهم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي فأعد لهم عذابا في الآخرة وهو عذاب النار. ودلوقتي مع سؤال المتفوقين، وسؤالنا أكمل: من ألوان نعيم أهل الجنة؟ نقط. في انتظار إجاباتكم في التعليقات، على أمل بلقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.